بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم في هذه الأيام المباركة على يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس. حملت قطرات للتبرع للدم نظرا للظروف الاستثنائية حاليا اللي يمر بها البلد. اضطرينا أنه نكون هالسنة بإجراءات يعني مختلفة عن السنوات الباقية، مثل ما تشاهدون الحمد لله والشكر يعني التجمعات ما صارت عندنا، والحملة ما صار عليها يعني نشر إعلامي مكثف، ولأنه الشوارع مسددة والطرق مسددة، وإحنا ويا هذا الشيء يعني ما نريد هم نخرق الأمن، وما نريد أنه يصير عندنا مشاكل مثلا بعض الأخوان مثلا يردون يجون يتبرعون، عندهم هذا الحب يعني متعودين ويا صارهم سنوات يجي يتبرع ولا السيطرات ممنوعة شيء. فالإخوان المنتسبين العتبات المقدسة إجوا بارك الله بهم، يعني كونهم يعتبرونها سوق الدوام وبالتنسيق مع العتبتين يعني صار وفودهم على شكل مثلا ثلاثة أشخاص يعني يطلعون ثلاثة بعدين يجون ثلاثة. يعني هذا الإجراء اللي نقوم به، يعني هذا اللي وكلونا به الصحة، يعني هذا اللي طلبوا، والحمد لله وش متباعون يعني إجراءات كاملة. الشخص قبل لا يدخل تعقيم كامل، بعدين جهاز فحص درجات الحرارة، ويدخل للداخل هم إجراءات تعقيم ثاني قبل السدية، وهاي الأمور اللي تشوفوها الحمد لله والشكر. الهدف من هذه الحملة يعني احنا صراحة لهذه الظروف قلنا هالسنة ما نشتغل، بس الإخوان كادر مصرف دم كربلاء احنا متواصلين وياهم على مستوى السنة كليتها، فقالوا يعني محتاجين ضروري. هذه الأزمة يعني سببت شحة دم كثيفة يعني بمصرف الدم، تعرفون احنا عندنا حالات يعني من اسم الله الله يبعد عنكم البلاء، أمراض السرطان وأمراض الخبيثة، وهذه يحتاجون تبديل دم يعني بعضهم مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أيامنا وأيامكم بحلول شهر شعبان، شهر الولادات الميمونة، سائلين الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حضرنا هذا اليوم في منطقة بين الحرمين حملة قطرات لكنها حياة من أجل التبرع بالدم، أولا في سبيل الإمام الحسين عليه السلام في يوم مولده الشريف 3 شعبان 1441. على العهد كل سنة احنا صارنا الحمد لله والشكر صار لي 3 سنوات، هذه السنة الثالثة، وإن شاء الله بظل الظرف الصحي اللي موجود هاي السنة، التجديد الصحي اللي كان هنا، إجراءات مميزة والحمد لله، تعقيم للجسم كامل وبعدين قياس درجة الحرارة، أخذ عينة من الدم وفحصه قبل السحب، وإجراءات كانت جدا ممتازة، تجمعات ماكو يعني من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، مجرد أنه تدخل تتبرع بالدم وتسلم على المولى أبا عبد الله الحسين وتسلم على أبا الفضل العباس وترجع لبيتك تحت حمل يعني تحت شعار خليك ببيتك. فالله يوفقنا ويوفقكم ويجعلنا على العهد كل سنة وكل عام بحق الحسين الشهيد. نبارك على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي، اليوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام 3 شعبان. طبعا كانت عندنا حملة تبرع بالدم، وأنا أحد المتبرعين. الأعمال الوقائية هنا كانت أول ما تدخل تعقيم كامل للجسم، بعدين أول ما تدخل هماتين مرة ثانية بجهاز فحص HB قياس درجة الحرارة، بعدين هماتين يعطونا بطل ماء الدم ونتبرع به. هذا كان يعني فد مشروع جدا ناجح. يوم 3 شعبان يوم مولد الإمام الحسين يصير عندنا تبرع بالدم، ويوم 10 من محرم يكون عندنا التطبير، أو عندنا التطبير أو نزف الجرح من الرأس مباركة بالإمام الحسين.